اهلا بكم، مرحبا بكم، مجموعه مباركه للجميع. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. اليوم مجموعه مباركه للجميع. والتعتين اليوم درت لكم روتين. روتين من الزمن النهش، قلنا نديروا روتين. شوفوا هاي الكيكه اللي كنا نديرها لكم. شوفوا الجلعه اللي هي هايله، حبيتها باش بالزبيب وعندنا مسمن، نديرو نكونجليه ونحطو هكا ونشربو بيه قهيوة بالحليب وبتي صغيرة تحب بانديا وندير شركو ومتحب شرب لي قهوة. وراكم معانا في هذا الروتين تاع نهار اليوم الجمعة للصبح. نعطيك ان شاء الله طاقة ايجابية للجميع ان شاء الله، ونخلي نغسل من معناتي هكا. ودوكا نبداو معانا الروتين تاعنا. وراكم معايا ومرحبا بالجميع. اشوي من دركا الطعام اللي شو فيه زيت الماء اللي تحت نشد دركا نفوره من جهه. شوفوا لي هذه الكابويه القرعه الحمراء هذه اللي نديرها بالحليب يوم الجمعه. ها هي شوفوا، ها هي كاين ديال المسكو، كاين ديال البسكوت، كاين ديال هكا يعني بصفه ثانيه. اللي حاب يشوف المصايب ديروا غير شي كابويه قطعه صغيره، شي عصير، شي عصير ونص الكحل، شي قطعه نديرها. ومن بعد ندير شي حليب نحطها هكا، نحطها طيبي من جهه الزبيبه يفضل. وهذه الكابويه هي مليحه يا بنات، كل واحد واش عيطلها. كاين هكا حاطين شي حمراء، كاين الكابويه، كل واحد واش يسميها. دوك نفور الطعام تاعي. هاكم معايا نشوف كيما قضيين، ها شي خضرة، ها الشلاضة، عندنا طماطيش، الفلفلة، عندنا هنا اللفت، البيضة، البيطراف، فودية، هنا القصبة والنعناع، السلق، وهنا هذا العنب الأحمر، هاهو شوف نشلو، ها معاكم شوف نشلو، وهنا هنا ندخلو نص تاع هاذيك الشي فلور. عندي وصفات معاكم، وعندنا هنا بيت هنا هذا الباذنجان الأحمر، وعندي شي كوسكيفيات هاذيك، هاذيك بسمة يكفي بالزريعة. شوف بالحساب شحال فيها هكذا. دوك نفرزهم في هادو، أو مليح هادوك اللي يحب يشريهم يديرهم جميل تحت الشوهادة. وراك معايا في الروتين تاع اليوم، وها هو عمو ميرو. ميرو وصباح الخير ميرو، صباح النور. هاي البنات راكو عاد شنختو، درتلو الملح وشويه زيت والماء، عاودو مرة زوجة، بعد مرة ثلاثة نعاودو نفورو. تاعنا وها هي الكابويه اللي شوف هاي طابت لي. دوك واش نزيدو لها؟ نزيدو لها شي حليب. هذه هي الكابويه اللي تحكم عليها تجي من طابع الحليب، جربوها تجي هايله. نخلي الماء تاعنا يفوق باش نديرو الطعام تاعنا. هاهو وهاو السبيب، هاهو هذا المسحوق، شوفو طابلي. وراكم معايا الروتين تاع اليوم، وراكم معايا هاي البنات. شوفو الطعام تاعنا بالكابويه، يعطيكم بالحليب. شوفو تجمع الله معاه الرايب، نعشق الرايب يوم الجمعة واللبن. لابالكم حنا كل جمعة نديرو الكسكس ولا طعام كل ولاية واش يقولولو. هاهو وصفة تقليدية، ويوم الجمعة حاجة لازم تقليدية، حب طعام، حب الشتاء، حب تشوحة كل مرة واش نديرو. وصحتكم صحتي، وراكم معانا في الروتين تاعنا.
كان مع العشية نسقي النور تاعي. هادي عشاق النوار شاشة هادي مدي كتيرة شوفها كبرت. هادي دويزة وهادي بردة أوغوش شوفها الشوكرا ديالت ديالت حتى واحدة أخرى شوفها عايشة تبدل دي حتى واحدة أخرى راكم تعرفو هادي يعيطولها أولوفيرا شوفها بنتي بنتي شوفها تلي حتى العنب فيها شوف الله يبارك كيف كبرت ما شاء الله. وهذه هذه وردة شوف وراك كان عندي شي تبع شي البنات شوفو شوف كنت نشوف الطماطيش هاك نقليها شوف عندنا قليلة نشلها الله ان شاء الله كل ما عرفتش نشوف الطماطيش تاع زمان هكا اسمها فياس الفانوس هي عفريت هي البابريكا و ديك تاع حارة يدير شي حار و ملح و نخليها تتقلى حتى يبدا لي هداك هداك البصل هدا بيكون معاهم نشوفو نخلطهم و راكم معانا الروتين كامل لي نتاع نهار الجمعة هدا بشاتنا نخليها تتقلى على النار قليل وهاي نونا هاي نقولكم السلام عليكم يا حبوباتي المشاهدين نونا ودي من السلام شوف هاي نزلنا معها شوية بطاطا مقلية هذاك اللي يحبو البطاطا وهاي بصل الطماطيش تاعنا والأرتيس فيها تدي فيها تدليها خلاص كفل حلو شوف هاي شوفوا هاي تشمش ومعنا بخيت تكمل هذيك السلطة ما عطيش نوريكم نحط عليها حاجة هاي البنات شوفوا السلطة ما عطيش تاعنا شوفوا هذاك الفلفل قلت لكم تحطوه فلفلة واحدة حلوة برك تجي هايلة مع بصل الطماطيش الله الله بصل الطماطيش كلي ما يعرفهاش من زمان ماكلة تقليدية هايلة ومعها شوية سلطة خفيفة بيتخاف راني درت لكم ثاني فيديو عاد هذا راهو خير راهو اخر ولي هذاك مغلي راني يعني وريت لكم كيف تفوروا في الفيديوهات يحب يشوف كيف طهي الشمندر يشوف الفيديوهات اللي ديرتهم وصح احشاتكم وان شاء الله هذا الروتين تاع اليوم هذا الجمعه كامل راح يكون يعجبكم وما تنساوش تكثر اللايكات وتفعيل الجرس لاول مره يدخل القناه يدير تفعيل الجرس وكثرنا من اللايكات اللايكات به تعاون تطلع الفيديو يطلع وبسلام عليكم وبالتوفيق للجميع.